السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة جيم ريتش. طيبين، اليوم وصلنا للحلقة الثالثة من سلسلة تختيم ذا ايفل وذن 2. طبعا الحلقة السابقة يوم جينا عند اخوينا اونيل وكلمناه بخصوص يكلم عن المكان وكذا. فصراحة انا استكشفت اروح المكان، رحت اخذت الاماكن، فوت الاماكن دي كلها وخلصت اكلم اغلب المهام الجانبية. لكن المكان الرئيسي هذا حق القصة ما رحت لما عشان بس يكون توجهنا عليه بشكل مباشر. فخلونا نوجه، يعني ضبطت مول اللاعب، واحد جمعت أشياء، واحد ضبطت أشياء يعني عشان نستفيد. خلنا نروح نخش في الماية هنا، لأن أنا ما دخلت الماية هذه، حبيت أستكشف العالم قبل لا أخش الماية. فخلونا نخش ونشوف كيف النظام. أيوة، رجعني للمكتب اللي كنا فيه الأول. اوكي، اخي كان ذكرني بالنظام القديم. نشوف هنا ايش فيه. كرافتنج وابجريد، اوكي هنا عشان نصنع رصاص وكل شيء. اوكي، وهنا الاسلحة. حلو، انا طبعا رحت حصلت كم سلاح وحصلت كم شيء وضبطت الوضع يعني. لكن خلنا نشوف الكرسي هذا، ايش في كرسي؟ وش ولا انا اسف جانا هو ست. اوكي، شيت، ناس النظام القديم اللي لازم تثبت افرادك عشان تضبط لاعبك، يعني تضبط الابجريد حقه وزي كذا. ولا هذول اثنين العلاج. شيت، الدكتور من المستشفى الأول. Tianos, what a pleasant surprise. Welcome back. You again. Shit. How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Okay. Even if that face has seen far too much. You look tired, detective. I can help you get back in shape. تقول جاك تعبان يا محقق، بعطيك شيء خليك ترجع شباب زي كذا. Like before. مثل الأول بالضبط. اوكي، وش النظام هنا؟ اها، اذا اخترت شيء بالضبط ستيلث، يعني قوة الضربة حقتي بال اوكي. اذا اخترت شيء هنا يتغير النظام هنا اللي قدام على اليمين. وهنا ريكفري، والله ريكفري مهم يعني، انا ما ودي استعمل العلاج. هنا ريكفري حق الهيلث وسكيلز. اوكي، وهنا النشاط يعني سرعة اللاعب، استمن حقته وكذا. وهنا دمه، هنا الأسلحة كذا. هنا في البوكس ورفس، وفي الأسلحة، وفي أسلحة. شوف يمين يسار، وهنا ستيلث موفمنت. خل نخش في الهيلث. طيب 1005 يرفع عنا الدم او التفنس، يعني خلي لاعبي يكون قوي ضد الضربات اتوقع كذا، او انه يرفع. اوكي، وش هذي؟ اف ان اتاك هاب دم كيب. اوكي، هذي يقولي لو انك كنت حول الموت يعطيني جرعة بسيطة من الدم بحيث انه يرفع دمي بشكل قوي، يعني اروح الوضع. اوكي، وهنا برضو هنا يقول لك اذا كان دمك حول ما تموت يعطيك نسبة سعادة الدم يرفعها لك من 100 ل 110. واحتاج العلبة الحمراء هذه اللي معي بس 200 منها عشان افتح الخاصية دي. العلبة الحمراء يعني هذه طول تطورات معينة لين عند العلبة الحمراء. طب خلنا نرفع الماكسيمم زيادة. حلو، طب نجي ننتقل نضغط دايرة نشوف هذا. خلنا نرفع هذي، وهذا اتوقع وقت في استمنة وكذا. والله احتاج اني اسوي ريكفري حق استمنة بسرعة. حلو، مرة حلو. وهذا يقول لك gives chance of avoid attack
دمج يوتيم. ما فهمت هاي بالضبط، يعني يقول له ان لاعبك يتفادى الضربة اوتوماتيكي، يعني ممكن يعطيني فرصة اني خليني اتفادى او زي كذا، لكن ما ادري. خلنا نشوف لو نضرب كفري ثانية، بدي اشغله يمكن نوع خاصية معينة زي كذا عشان نشوف كيف. يقول كذا ريكفر مور هيلث وين يوزنج هيلث ات لما اضرب الابره ذيك يعطيني هيلث زياده صراحه، هذا حلو. خليني ارفعها بعد برضه عشان تبدا بس موضوع انها تكفيني. هذا اذا شغلتها موضوع ان العداد نفسه يزود بسرعه ولا لا. لكن خلينا ننتقل لشيء ثاني. هنا عندي وش هي، يقول لك بوتل بريك. هنا الناس ما هو مشغل خلقه ذي الحركه، انه اول ما مسكت الزومبي او مسكنا العدو كذا عضو يعطي يضرب بشيء معيب معي. حلو، هذه يقول لك ان خطواتي تكون اقل ازعاج، وتخلي الاعداء يعني ينتبهون لك، يعني ما ينتبهون لك بسرعه. هذه مره حلوه. طيب هنا يعني يكون يعني انت زابل كذا تقدر تفعل الاكس عشان يطعن بسرعة، يعني يطعن بشكل اكيد يعني مثل زابل. هذه مرة حلوة، هاي لما تكون ضغط اول نازل، خلي اللاعب نازل نفسه تضغط هذه، اذا شغلت هذه الحين اذا شغلتها انا بيحسن سرعة المشي حقتي وانا نازل، لان انا حاط كاميرا وانا نازل وانا ضغط اول نازل وبمشي عشان بروح العدو بالحبال حقه يصير مرة بطيء عشان يوصل له بطيء، فبسرعة. هذه مرة حلوة، هذه مرة حلوة تفيدني كثير. يعني عندي هذه ممتازة برضه، هذه برضه يعني الركض حقي العادي يقل صوته، لكن أنا بشغلي صراحة مرة حلوة هذه. بس هذا بس كم تحتوي معاه؟ 125 ل 150، والله جيدة. وهذا القتل الأكيد، هذا لما أكون قاعد في زاوية كذا متك على الجدار ويجي أقدر أسوي المهارة دي. هذه حلوة، هذه مرة حلوة اللي هي زي هذه، بس كيف انا اكون زابع له الزومبي جاي يطلع ويطعن كذا. مرة حلوة دي، مرة حلوة. طيب هذه ما اقدر اشغلها الحين، خلينا نشوف الكومبات. هذه ملي اتاك البوكس حقي يتحسن يكون اقوى بكثير، وهنا يكون ما ادري وش هذه بالضبط، ما بقادر. ستدي هاند، يكون يده ثابتة، يعني يده ما تهز كثير. أبغى أرفع الميديا صراحة، من 150 كويس مرة. إذا خلص أثبت هنا أثبت اليد. ما أدري هذا إذا كان اللاعب يعني يهز عقب ما ينضرب، ما أدري. أشوف أنا ودي مشكلة 3000. هذه عشان أو ما أعالج نفسي عضو ولا كنت قريب من مدري بسرعة أحلف نفسي. والله حلو، خلينا نشغل دي. حلوة هذه، حلوة اشوف انها كذا كفاية كذا مرة كويس. طيب الجريد خلاص، انا معي مفاتيح بس ما ادري كيف النظام. This place. You, it's just like Beacon. But this isn't Beacon. This is Union. Is it? It all seems familiar to me. These walls, that chair. من جد كل شيء For me, it's as if nothing has changed at all. اي صحيح كلامك، تقول لنا نعيش نفسك، الفيس نفسك، كل شيء نفسه، يعني ما في شيء تغير. شوف الحين ارجع عادي، اما اذا شفت الداي ابغى اشوف موضوع ال اقدر ارجع هنا للعالم حقي. طيب موضوع ال انا حصلت شريحة ثانية ودي اشوفها، ومش عندي مفاتيح، ابغى اشوف موضوع الادراج دي احصلها وين بالضبط. اي هاي الصورة الثانية هذه. Hey, Kidman. What can I do for you, Sebastian? Beacon. My life was skidding off the track before. هذا المستشفى الجزء الأول، الجزء القديم. طبعا اللي أبغى يشوف الجزء الأول بحاول احط لكم اول مقطع من الجزء الاول، بحط لكم هنا ان شاء الله في المكان ده بالضبط، بحاول اضبط التطبيق.
Yeah. Your pals in Mobius didn't have any problems. يعني الجزء الأول بتحط على أول مقطع له. عشان تشوفونا. There are times when I'm not sure I ever made it out. And now I'm in another stem. And I'm still with you. We're going to get out alive. Just like the last time. I hope you're right about that. طيب الحين الصناديق وين الصناديق حقتهم؟ أين صناديقكم؟ أين هي؟ وين الصناديق حقتكم؟ Hoffman Psychology and Surveillance. This one could be cagey. Being the tip of the knife is a dangerous job. هذا اللي حصلناه ميت أول ما دخلنا. Harrison, combat specialist. بالضبط هذا حنا اللي جينا عليك أونيل. He can take care of himself. هذا أونيل. جناح. Sykes. A tech, but at least he has some small arms training. طيب المشكلة أبغى أدور موضوع الدوج عشان أشوف كيف النظام إنه ما عنده مفاتيح وأبغى أفتح الدوج صراحة. وش تيك؟ Thanks, kitty. شوفان كيف تحبه لا بأس. المشكلة كيف أشوف موضوع ال يلا على العموم نرجع. حلو يعني هنا دائما يبغى اطول اشي اجي هنا ونضبط الامور. طيب نقوم نثلث كذا شيء. في بنت بكي يا ابوي. طبعا هذا المكان اللي خلفي ذا يعتبر سيف هاوس، يعتبر مكان امن يعني مهما نثبته كذا. شوف بحط اكس عليه عشان اوجه له. والله يا بعيد 300 ويقطع بليز مشوار. شوف كيف العالم منهار طايح وضع سيء. طبعا صراحة انا العب اللعبة نفسها يعني انا انصح فيها بنصحكم تلعبون فيها. يعني كل احنا هذا يعتبر عالم مفتوح تبي تمشي فيه. انا رحت مشيت وخلصت وشفت كل شيء. ما رحت هنا شوفوا كيف الزومبي. الله طبعا حاط اوتو اللاعب صوب من نفسه فسهل كثير موضوع اني اقتل الزومبي وكذا. يعني يسهل لي كثير. انا خبر اني عدلت السلاح مرة حصلت انا مرة سلاح هي فوق هذا له ليزر خلى كذا كويسة. اوه شخص منتعب دايم. طيب والله ما الوم في هالعالم ما الوم اني اسوي هالحركة صراحة. ما الوم صراحة ابد ما الوم. صراحة الحين يوم عدلت اللاعب صار موضوع انه يركض مسافة طويلة وما يتعب بسهولة. هذا مرة حلو. انا ابغى كذا الاول يا اخي. ما ابغى انه كل شوي يتعب 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 كذا تلقى هوشة مرة. فوضع كذا تحس الوضع يخوف غصب. وتلاحظون انه في زومبي. انا نظفت توقعت انه ينزل الزومبي غصب مرة ثانية لكن اللي اشوفه انه ما يغصب مرة ثانية. اسلم نفتش وش المكان ذا اللي هيساوي. انا ما اذكر اني طحت هنا قبل لكن ما عليه. ايوه القزاز من كثر ايوه في شيء هنا. طيب نطلع الجهاز حقنا.
Are these lilies? Yes. Oh my God, what are you? Lily, are you here? It's Dad. Where did she go? Lily, it's okay. It's me. Okay. Okay. Damn it. قفل الباب صح. How do I get in there? أيوة هنا المدخل. هلا. أنا ما أحب الشباب ده، تحس فيه في شيء غلط. اوكي مكتب. يعني مكان مو مقفل. It's Lily's doll. She's shit. ايوه. واحد يمشي واثق مرة. شيت. طلعت من هنا. Oh my God, she's in trouble. Someone is chasing her. I should check out around back. See where that window comes out. Okay, من هنا طلعت هي البنت. صوت سمع الصوت زي في شيء. في شيء هنا خلف. المكان ايوه تطلع من هنا. اوكي. Alright Lily. Where did you run off to? من جد وين راح تيرا؟ ايوه. اوكي. ما راح تلعب. ما راح تجهز. هاي مشكلة. اوكي. Another signal. Okay, little voice, okay. Come in, sweetheart. Just hang in there. Where are you? نحدد عشان نقدر نوجه صح. يلا حندز يلا. ايوه. في شيء جاي. طبعا انا شغلت الخاصية في الفرد حقي اللي هي تتبع الوحوش، يعني هو يمشي كذا على طول يوجه له. هذه مرة حلوة مرة مفيدة، يعني وين تعدل السلاح حقك في خاصية تشغلها اللي هي كذا يتبع الخصم، يعني اذا كان الخصم يحاول يسحب فيه زي كذا فانه على طول يجيب على الهد على الهيد شت نفسه بسرعة على هذا. يعني غير كذا عندك اول شغل اللعبه بيقول لك هل تبغى تصويب تلقائي، يعني تحط افضل عشان يكون اسهل لك في التصويب، انك يعني لو كانت التصويب متعب بيقوشك في موضوع انك تبتلهم وكذا تتبهذل. الا عادي كنت تبي تتفنن هالشيء راجع لك طبعا. انا دائما قاعد انزل كذا، ما احب قاعد انزل كذا، احس الوضع سيء. انا زي كذا البيبان هذه ما اعرف افتحها، اكيد في لها شيء. بعطيكم يعني هنقول تعليم بسيط كذا.
وش التعليم البسيط هذا؟ شوفوا عندكم هنا انفنتوري ننزل اي هذا، شوفون هذا الكاري هذا، انا قلت ترى انا قلت تلعبون اللعبه تتمشى يجيكم ببان مثلا مكتوب عليها مثلا سي 25 مثلا، شلون تفك الباب ذا او تفكين تفك كلمة السر حقت الباب نفسها، كمان تقول مثلا جالكسي سي 25 خلاص انت تقول مثلا تدور على قائمة السي هذه، هذه قائمة اي بي سي اوكي سي بعدين 25 جالك يعني فوق اثنين قبل بعدين خمسة اثنين مثلا تسعة ثلاثة بعدين تحته الخمسة اللي هي تسعة أربعة، تركب زي كذا الباب يفتح معك غصب. فأشوف ترى مرة حلوة الحركة ذي مرة كويسة. طب وين حنا حتى الاتجاه؟ اوكي احنا دخلنا ضمن الدائرة. ما يبي اخلص. طب وين؟ هنا وين في هنا بالضبط؟ اوكي ما قريبين حنا، حنا خلاص داخل الإطار نفسه. وين فيه بالضبط؟ يعني في عينيه هذا هو هنا. طبعا لازم تنتبه للجهاز هذا دائما دائما تنتبه له عشان هو فيه كل شيء. ايوة راحت عكس هي. ايوة خطواتها حلو 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 حلو. ايوة دم يا ساتر. طيب اوكي اوكي امشينا 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 امشينا، شكلها في خطأ البنت، خلنا نلحق عليها. يلا 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 دوس يا وحش دوس دوس دوس. بعدين يعني اتخلي اللاعب يتعب، اذا تعب والله مصيبة يعني يجيبك الهم. نجيب جوال رول وانا كذا هنا. ها هذا هو المكان، شوفون كيف الاداء هذا مرة مهم مرة مهم ذا رادو. وراها وراها وراها، خلينا نشوف ايش فيه. حلو نحصل خطواتها. يلا كويس يلا 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 يلا. والله معلومة انا جيت مكان كان ملغم زومبي للي ترى. وش الشيء هذا بالضبط؟ طيب She must be in that warehouse. دخلت مصنع ذا، اوكي. Lots of good places to hide in there, I bet. ولا طبعا انا جيت مكان ذا يعني المكان ذا رهيب رهيب رهيب، تيجي هنا تستمتع مرة. انا خلصت هنا. والله ما في او حلو في رصاص هنا، اوكي. هنا في رصاص برضه. اوكي خنقش اسمع الصوت. يلا 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 ليلي السلم. طبعا المكان هذا ما كان مفتوح كذا، كان فيه خلف الباب ذا مباشرة كذا سيدي من نفس خلف الجهة ذي فيه في مول تفتحه انت تجي الباب ذا يفتح لك، يعني عشان اسهل لكم الموضوع شوي. ايوه ليلي came from upstairs. ايوه خش منين هي؟ she probably crawled through here.
اكسرا السلم يا مدير. She's a brave and resourceful little girl. She's gonna جد والله صراحة ما شجاع صراحة إن يعني تزبن يعني تزبن من الزومبي أو الوضع المعفن ذا. أسلم يا ويلي المقطوعة. يا صوت يا حبيبي. هناخذ دي بس دي أول. حلو. يا طعم مش عاجل نكبة. استريح يا عم استريح. دايم فتش الأماكن تفتيش صح. لقط كل شيء طيب يا حبيبي. لا تبقى مكان ما تنظفه طيب. اوكي. هذا طريقنا ولا طريق ثاني ولا السالفة؟ شكله طريق ثاني مثلا شكله مو هو الطريق. طبعا القطعة هذه مرة مهمة ترى. اوه دم. اوكي ما احتاج امشي هذا. لكن ايش؟ خلنا نحط اكس كذا. بس خلاص كذا. اوه في طلقة هنا. اوكي. Another doll. نحن ناخذ دول اصحاب اول دولي. ما يمدينا ناخذهم. اوكي. السلم السلم. تخبت هنا. ايوه ايش من ذا؟ لكن ذاك اللي يقتل يصور ذا شكله من لبسه كذا. هو شكله هو لا هو انا متأكد انه هو انا متأكد انه هو. لا تطلعين لا تطلعين لا تطلعين. هذه خدعة خدعة. يقطع شكله يقطع شكله. The murderer with the camera. ايوه. Son of a bitch has my little girl. I was so close. Damn it. Calm down. Think. I gotta save her. No more signals coming into this communicator. I need to find another way. O'Neill. Not sure I can trust him, but he wants out of here as bad as I want to find Lily. من جد ما نرجع لأونيل نفسه. O'Neill, it's Sebastian. Can you hear me? Hey, you. You're breaking up. Shit, not now. Maybe it'll work better outside. حلو نطلع برا عشان يرد معنا. كيف اروح هناك؟ السلم هذا نفسية زقان. ما احب ذاك الادمي ذا. هذا هو زق. يقطع شكله. تعال يا تبن تعال. يو مش قاعد تروح ثاني ذا ليش؟ هنشوف كم لو حطه ذي.
يقطع شكله ذا مجنون، يقتل العالم كذا، يقتلهم كذا ويثبت بصورة. طيب سمايل فور مي. ايوه there you are. But where's Lily? Can't let him get away again. يقطع ابليس يروح. طيب شوف فكح، راح نوقف هنا. يعطيكم الف عافية على المتابعة. اي ما عشتك اشترك وفعل خاصية تنبيه عشان اول ما ننزل مقطع جديد في القناة راح يجيك تنبيه بالشيء ذا. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.